ومن القاهرة كواليس اجتماع وزراء الخارجية العرب وقرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية مع الصحفي سامي كليب من القاهرة. مساء الخير أستاذ سامي. مساء النور وأهلا فيكم. أهلا وسهلا. إذن كيف كانت أجواء اجتماع وزراء الخارجية العرب وماذا عن الإجماع العربي بعودة سوريا إلى جامعة الدول؟ هو فعلا كان هناك إجماع عربي. الاجتماع حسب المصادر اليوم التي تحدثنا إليها من الوزراء الخارجية العرب كلهم أجمعوا أنه بشكل عام جميع العرب كانوا موافقين لعودة سوريا إلى مقعدها. في بعض التحفظات كانت، مثلا قطر قالت أنه لا نعتقد أنه سينجح هذا المسار الذي تسلكه جامعة الدول العربية، ولكن بالنهاية لم يحصل اعتراض. أيضا يعني لم أستمع إليكم منذ بداية هذه النشرة، ولكن البنود كانت واضحة، يعني هي تستند إلى اجتماع عمان بالدرجة الأولى، خصوصا لجهة التركيز على الحل السياسي، واستخدموا في البيان كلمة تضامن مع الشعب السوري. السعودي داخل الاجتماع كان الأكثر فعالية، وأعتقد أنه وفق ما قال لنا بعض الوزراء الذين شاركوا أنه هو الذي كان يدفع العجلة بشكل أكبر باتجاه عودة سوريا. وكان الرأي السعودي يقول في الاجتماع أنه طيب نحن نريد أن نصلح الوضع في سوريا، ولكن لا يمكن أن نبقى نحن في مكان وسوريا في مكان آخر، لابد من التقارب. بالنسبة للبنان حاول أن يضيف بندا خاصا يتعلق بمسألة النزوح السوري، وطبعا الجميع مؤيد لحل مشكلة النزوح السوري، ولكن كان في رأي عند وزير خارجية الأردن السيد أيمن الصفدي أنه النقاط المتعلقة بالنازحين واردة في أكثر من مكان في هذا البيان، ولا داعي لأن يكون هناك نقطة خاصة بمسألة النازحين طالما مسألة النازحين مدرجة في البنود الأخرى. المسألة الأخرى أنه كان في دول سابقا أكثر تحفظا مما كانت عليها أوضاعها اليوم، مثلا كان يحكى عن المغرب، عن الكويت. اليوم لاحظنا يعني باستثناء ربما بعض الكلام القطري الذي وردنا انه كان يعني اقل حماسه اذا صح التعبير، فالدول الاخرى لم تبدي اي تحفظ والامور سلكت في طريقها الصحيح. لاحظنا ايضا انه في لجنه شكلت من جامعه الدول العربيه والسعوديه والعراق ولبنان والاردن ومصر. هنا ايضا لبنان قال انه نحن كنا من اوائل الدول او من اولى الدول التي سعت لعدم اخراج سوريا او تعليق عضويه سوريا، ونحن الان نؤكد ونرحب بهذه العوده. وقد دعم الأردن بشكل كبير أن يكون لبنان أيضا عضوا في هذه اللجنة. هل ستسير الأمور كما يشتهى بالنسبة للحل السياسي؟ هناك نقطة في البيان تعيدنا إلى القرار 2254 والذي تحدث عن الحل السياسي وعن مسألة النزوح السوري، ولكن هنا أيضا في بعض الدول قالت يجب أن نتابع هذا الأمر. لذلك لاحظنا أنه في البيان في تشديد على مسألة أنه كل خطوة إيجابية ستقابل بخطوة أخرى، بمعنى أنه أن يكون الحل السياسي خطوة إيجابية من قبل سوريا مقابل آخر. السؤال الآخر، هل سيكون الرئيس السوري بشار الأسد في القمة؟ يعني أكد لنا بعض الوزراء الذين التقينا بهم اليوم أنه ما عادت هذه المسألة أصلا عقبة، ويستطيع أن يحضر، وأمين عام جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط قالها صراحة. في مسألة أخيرة ربما الإشارة إليها مهم، أنه في اجتماع مقبل لوزاري عربي أوروبي، وحسب ما عرفنا أنه في بعض الأوروبيين حذروا من أنهم إذا حضر الرئيس السوري القمة المقبلة فهم قد يقاطعون هذا الاجتماع العربي الأوروبي. هذه هي بشكل عام يعني التفاصيل التي عرفناها اليوم، ولكن لم يقل لنا أحد أنه مثلا حصلت مشكلة أو حصل توتر داخل الاجتماع. كان الاجتماع مقررا سلفا، وأعتقد أنه ما حصل في عمان ما هذا الطريق بشكل كبير لنجاح اجتماع القائم. نعم. سؤال أخير أستاذ سامي، يعني هل ستوجه السعودية الدعوة للأسد كونها الدولة التي تستضيف القمة، وبالمقابل هل يتوقع أن يقبل الرئيس السوري هذه الدعوة؟
يعني أنا لا أدري إذا كان الرئيس السوري سيقبل الدعوة ولا لا، ما سألته، ولكن هل ستوجه الدعوة؟ يعني حسب ما قال لنا وزير قبل قليل، قبل أن أتي إليكم الآن، لذلك تأخرت قليلا، أنه ما عاد هناك أي عقبة لتوجيه الدعوة إليه وستوجه الدعوة إليه. ورأيه أنه حضور الرئيس السوري سيكون خطوة متقدمة طبعا في تسريع إعادة العلاقات العربية السورية. الأمر الآخر، وهنا التنويه كان كبيرا بالجرأة السعودية في أن يكون هذا الأمر على أرضها وبالحركة الدبلوماسية السعودية التي كانت ناشطة جدا. نعم. وهناك إجماع أنه ربما الدور الذي لعبته السعودية وأيضا مصر إلى حد كبير، السعودية في إقناع الدول التي كانت شبه مترددة أو شبه متحفظة في السير في هذا المسار. بجميع الأحوال يعني ما عادت عودة سوريا أو حضور الأسد القمة ما عاد أمامها أي عقبة بالنهاية. لا توجد شروط، هناك مسائل يجب أن تتابع في المرحلة المقبلة لتنفيذ الخطوات السياسية والحل السياسي واللجنة السورية وإلى ذلك، ولكن يعني دائما في البيانات العربية يجب أن نقرأ آخر نقطة تقول أنه ابتداء من اليوم تعود سوريا إلى كل مؤسسات جميع الدول العربية. نعم. الصحفي والإعلامي سامي كليب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة.